رغم كل مآسي الحصار، أنا بحكي عن الحصار وبحكي على أيام صعبة، أيام ما فارقنا فيها حس الجوع، ما فارقنا الألم، ما فارقنا البكاء، ما فارقنا فقدان أهلنا أصدقائنا. كل يوم من ودع شهيد كان مبارح قاعد معنا واليوم صار شهيد تحت الأرض. هذا رغم كل هذا الألم، بس كانت تجربة حقيقة أنا أفتخر فيها، وكل أهل الغوطة اللي عاشوا، وهون ما عم بحكي مناطق، عم بحكي كل من عاش يعني تجربة الحصار هي الطويل. أطور حصار في العصر الحديث وفق تصنيف الأمم المتحدة هو حصار الغوطة اللي بدأ من 13 ل 18. دكتور سليم نمور، الذي قام بإنقاذ ألاف الضحايا في حصار الغوطة، بطل فيلم الكهف الذي جسد عذابات الشعب السوري أثناء الحصار، عرض الفيلم في الكثير من المحادثات السياسية التي كانت على مستوى عالي كالكونغرس وعدد كبير من المؤسسات الدولية. ما هي أبرز النتائج التي حصدها الفيلم على الصعيد العملي؟ هلأ الفيلم هو فيلم وثائقي يوثق معاناة الشعب السوري في الغوطة في فترة الحصار، يوثق استخدام السلاح الكيماوي، سلاح التجويع، سلاح الحصار، القصف، معاناة الكوادر الطبية، معاناة الأهالي. طبعا الفيلم راح إلى المهرجانات، أما نحن ما يعنينا كأبناء ثورة، كأبناء هاي القضية، الناس اللي عانوا، هو أنه ننقل معاناة السوريين وصرخة الضحايا إلى العالم. نحن أنا هلأ حاليا عم بشتغل برابطة الضحايا الأسلحة الكيميائية، رئيس مجلس إدارة. أنا من حضرنا عدة فعاليات، جزء منها في الولايات المتحدة وجزء منها في أوروبا. نحن عم ننقل صرخة الضحايا، عم نقول للعالم بصريح العبارة، أنا بعد التقارير يلي صدرت عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقارير لجان التحقيق الدولية، إنه آن أوان الانتقال من مرحلة الاستقصاء والتحقيق إلى مرحلة المحاسبة. لو تمت محاسبة نظام الأسد عند أول استخدام أو عند أول انتهاك بحق الشعب السوري سواء بالسلاح الكيماوي أو بغيره، ما كنا وصلنا إلى هذا اليوم، وما كنا شفنا روسيا تكرر نفس هذه الجرائم في أوكرانيا. نعم دكتور، ولكن إذا التوثيق فقط، فيما عدا التوثيق على الصعيد العملي، خاصة أن لا سيما أنه عرض في مؤسسات دولية على الصعيد العملي، هل من قرارات، هل أثر فعلا في القرار الدولي أو الرأي العام الدولي العام؟ هلأ فيلم لوحده ما بيأثر، إنما فيلم مع جهود السوريين وجهود السوريين المقيمين في مختلف دول العالم، إيه من الممكن أن عم يعمل تأثير. هلأ حاليا دعاوى قضائية تحت بند الولاية العالمية القضائية العالمية في عدة دول أوروبية ضد انتهاكات النظام، هي كلياتها تساهم بتحقيق جزء من العدالة إلى الشعب السوري ومنع تعويم هذا النظام ومحاسبته على ما اقترفت يداه تجاه الشعب السوري. أن ألتقي مع ناشطين، مع تنسيقية النمسا، التنسيقية التي إلى بصمة الحقيقة في تاريخ الثورة السورية. ونحن لما كنا بالحصار كنا كتير يعني نشعر بأنه تنسيقية النمسا كأنهم عايشين معنا في الحصار، فكانوا هم صوتنا بالخارج، أحد التنسيقيات اللي كانت صوتنا في الخارج. دكتور، بالنسبة لشهادتك في فيلم الكهف، هل ترتب عليها مسؤولية قانونية أو أمنية؟ أمنيا عند النظام، النظام حاجز، يعني يعتبر كل من يقول كلمة حق، كل من يطالب بالحرية بيعتبره النظام إرهابي. ونظامنا نظام الأسد لا يعني مو غريب عليه أنه يفبرك أي قضية تجاه أي ناشط، إنما نحن ما بنقدر نروح على بلدنا، نحن عايشين يعني خارج سوريا. أيضا هل ترتب عليك مسؤولية قانونية؟ لا لا، الفيلم بعتقد يعني ناشيونال جيوغرافيك قائمة فيه ودخلت فيه بمسابقات عالمية ووصل إلى أوسكار 2020 للأفلام الوثائقي. ما في مشاكل قانونية. نعم، هل تطمحون أن يعرض الفيلم في الدول الأوروبية أيضا؟ نعم، عرض في عدة عواصم، عرض في باريس، عرض في لندن، عرض في كوبنهاجن، عرض في أمستردام، عرض بمختلف. وكيف كانت ردود الأفعال على المستوى الشعبي؟ تفاعل كبير، تفاعل كبير على المستوى الدولي.
على المستوى الدولي نحتاج المستوى السياسي، هذه اللي نحن كسوريين نشعر أن العالم ما زال مختبئ خلف الفيتو الروسي، لم يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضية السورية بعد. دكتور سليم نمور الذي قام بإنقاذ الضحايا، آلاف الضحايا في الغوطة، وله مجهود معروف في هذا المجال، أشكرك شكرا جزيلا، أتمنى لك إقامة طيبة في فيينا وعودة آمنة إلى الوطن. شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا.